سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جيت لكم فيديو جديد راح ندير لكم فيه روتيني للعنايه بالبشره، يعني كيفاش نقي وجهي بالمراحل وشنو هما المواد ولا لي برودوي اللي نستعملهم وطريقه الاستعمال تاعهم، اسكو ملاح ماشي ملاح، ونعطيكم لي بري تاعهم ان شاء الله. دونك نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو وتشتركوا في القناه. نبداو. حاجة الاولى البنات، انا قبل ما ندير نيتواياج دو بو لازم نحكم اكوتو ديسكي، ما هذا شوفوا معايا، وبيان سور ان دي ماكيون. انا نستعمل تاع ديرمين، هذا نقي به وجهي، يعني اذا كان قعدوا لي شويه لي تراس تاع ماكياج ولا شوائب ولا حشاكم معرق ولا، دونك نمسح وجهي كامل بان كوتون ديسك مع دي ماكيون. نتوما تقدروا تستعملوا لوميسيلير تاع غارني ولا تاع بيوديرما، ثاني ملاح ولي بري تاعهم ابوردابل. نورمالمون غارني يدير 80 الف وبيوديرما يدير 50. انا هذا صراحه ما على باليش شحال يدير البري تاعو باسكو بابا جابوني من عند فارماسيان، الله اعلم. بون نسقسي لكم ونخلي لكم معلومه ان شاء الله في باغ دانفو. مور من نمسح وجهي بكوتون ديسك نغسل وجهي بيان سور بالصابون. انا هنا نستعمل هذا تاع ريفيرساليست، هذا بور لا بو سنسيبل. بون عاده انا نستعمل تاع ايف روشين، مي كي خلاص لي قلت نجرب هذا، وبيان سور لا بروس اللي كنت حكيت لكم عليها ديجا من قبل في الفيديو تاعي، هذه بزاف هايله. شوفوا فيها اون بروس رطبه، هادو قلت لكم سي دي ديسك يتبدلوا يعني تنحاو. دونك عندنا خمسة. انا هنايا نستعمل لابغوس هادي، ندير فيها شويه جل نكون شمخت وجهي ونحك بها وجهي كامل، ندير يعني كيما نقولوا تقريبا كتقشير، باسكو لابغوس هادي فريمون تحك لكم وجهكم بيان، تحسوا بلي تنقى. دونك نستعمل لابغوس هادي مع الصابون، ومن بعد هذيك ندير المقشر. المقشر كثالث مرحله، المقشر هو سكراب ولا كيما نقولوا ان غوماج. انا الغوماج اللي نستعملو البنات هو هذا تاع كاليبال، فريمون لا مارك بزاف هايله، سي اون مارك فرونسيز. انا عندي لا بو سنسيبل يعني حساسه. بون بالنسبه للبنات اللي عندهم بشره جافه وحساسه يعني تقدروا تستعملوا لي ميم برودوي اللي ديرتهم انا، باسكو الحمد لله يعني لقيت عليهم. هذا مخدوم بالعظم تاع لابغيكو تاع المشماش، يعني كي تحلي لو فلاكون هكذا تصيبي لداخل اون كريم، لا كريم هذيك فيها حبيبات، حبيبات هادو سي العظام تاع لابغيكو. شوفوا كاش يجي هايلك الكونفوكس. دونك البنات بزاف الكوماج هذا هايل، انا يعني جربتو شحال من خطره، يرطب لابو ينقيها تحسو اون فريشور. ما كاش غير هذا تاع المشمش، كاين تاني تاع الخيار، يعني لا غام هذه بزاف كبيره وفيها انواع. دونك لي حبت تشوف تجيب بيان سور على حساب واش يوالم لابو تاعها. البري تاعو يدير 30000 300 دينار، ماشي غالي يعني في متناول الجميع. اللي ما تقدرش تشري ولا تخاف على وجههم هاد لي برودوي، تو سامبلومون تقدري ديري ان غوماج في الدار، تخدمي بزيت الزيتون ولا مثلا بزيت جوز الهند ولا زيت اللوز، اي زيت عندك في الدار يوالم لابو. اللي ما عندكش كاع قلت لك ديري زيت زيتون، و بيان سور ديري السكر، بصح ماشي السكر كريستاليزي يعني الحرش، ديري السكر طب، باسكو مهما كان مهما كان البشره تاع الوجه تاعنا بزاف يعني رهيفه بارابور لو كور كامل. دونك من الاحسن انه نتعامليها كيما نقولوا بكاع حساسيه يعني بالعقل ليتو ماشي بخشونه. الوغ هذا كان بالنسبه لو سكراب. المرحله اللي تجي مور لو سكراب هي قناع. بون قبل ما نروحوا للقناع اللي هو الماسك، انا البنات نعطيكم كلكو كونساي. المقشر علاش نديروه؟ نديروه باسكو ينحي لنا كيما نقولوا هذوك الاوساخ اللي يكونوا متراكمين فوق الجلد، يعني فوق لابو تاعنا، يعني يكون عندنا قشور حشاكم كي نخرجوا ولا يكون عندنا عرق لابو تاعنا راح تخرج دهون. دونك ايماجينا داك الكغا تاع الزيوت ايتو مع العرق حشاكم راح يغلقوا لنا المسامات تاعنا، وهذا الشيء يخلي لابو ما تتنفسش، ومن بعد يخرج لنا حب ويجونا قشور. لا بروف كي ديروا فون دو تان، كاين بنات بزاف كي يديروا فون دو تان يقول لك علاش فون دو تان تاعي ما هوش ليس راهو حرش، هذا كاع باسكو ما يديروش غوماج ما يرطبوش وجههم. دونك التقشير هذا عنده بزاف فائده مليحه، وبيان سور كي تكونوا تابليكيو فيه راح نديروه بشكل دائري، يعني تحطي اون كونتيتي. شوفوا معايا نديروا اون كونتيتي هكذا مثلا، ومن بعد هذيك ديري بهذا الشكل فوالا، يعني بشكل دائري مده 3 دقائق، ومن بعد تغسلي وجهك بماء بارد بيان سور.
قلت ما قلت لكم الكوماج بزاف امبورطون وينحي لكم هذوك القشور اللي كاينين في لابو. مور المقشر كما قلت لكم بنات كاين لو ماسك اللي هو القناع. بون انا هنايا استعملت على ماسك فارماسي هاوليك، معروفه لا ماسك فارماسي واللي بخيتها بزاف ابوردابل، هذا ثاني يدير 30000 بزاف هايل فريمون، وريحه لا سيريز تهبل. بون كيفاش يجي لداخل؟ يجي شغل لصقه، شفتوا الغيره ولا لصقه تاع الماء، يجي ترونسبارون هايلك شوفوا برك تيكون فوكس فوالا. دونك هذا البنات ديروا فيه وجهكم كامل، مور ما تكونوا درتو غسلتوا وجهكم ودرتو مقشر ابليكيو هذا، وبيان سور ما ديروش من جهه عينيكم، ينشف ينشف يعني تنحى ورقه واحده فاسيلمون، اعطوا له الوقت تقريبا 20 مينوت حتى 30 دقيقه كي ينشف تنحيوه ورقه واحده. ومن بعد هذيك تحكموا مور ما تنحيو لو ماسك تحكموا ان كوتون كيما هذايا وتمسحوا وجهكم كامل سواء عندي ماكيا ولا تاني بلو ميسيلار يعني ان تونر. الحاجه الاخرانيه كاع اللي نديروها مور ما نديرو كاع هاد المراحل هي الترطيب. الترطيب معناتها ليدغاتاسيون بزاف امبورطونت البنات، ليدغاتاسيون يعني كون ديروا كاع هاد لي زيتاب وما ترطبوش وجهكم كلي ما درتو والو. دونك كو سوا لا بو سيش ولا لا بو غراس يعني جافه ولا دهنيه لازم دير الترطيب. الترطيب هنا دوكا كل وحده على حساب لابو تاعها، كاين اللي عندها قلنا بشره جافه تستعمل المواد يعني كريمات اللي يوالموها، واللي عندها لابو غراس كيف كيف. انا هنا نخدم بهذا لو برودوي، هذا تاع ديرماغور، هذا فرانشمون شريته من عند فارماسي باسكو عندي اون بو سنسيبل. الوغ هنا واش مكتوب؟ نوري اي ابيز لابو سيش يعني يرطب ويغذي لابو الناشفه. دونك كيما قلت لكم انا عندي بشره جافه وحساسه شريت هذا لو برودوي ديرماتولوجيك. دونك نتوما الا كان عندكم مشكل في لابو تاعكم يعني تخافوا تشرو لي برودوي كوزميتيك، من الاحسن انكم تاخذوا لافي تاع ميدسان. سينو اذا لابو تاعكم نورمال وحتى الدهنيه تقدروا تشرو مثلا تاع ايفغوشي ولا تاع كلينان كلير تاع نيفيا، يعني كاين بلوزيغ مارك. اللي ما عندهاش كامل تقدر تستعمل زيت جوز الهند ترطب به ولا زيت زيتون ولا فازلين، يعني بزاف ثاني تملاح البنات ما تحقروهمش، واللي بخي تاعهم بزاف يعني بزاف ابوردابل. دونك كي تخلصوا كامل ما ننساوش لي لافغ، باسكو كاين بزاف بنات كي يديروا نيتواياج دو بو ينساو لي لافغ، الوغ كو نو حتى لي لافغ تاعنا نديروا لهم يعني الشفاه تاعنا نديروا لهم مقشر ونديروا لهم كريم ترطيب الى اخره. بالنسبه للمقشر تاع لي لافغ تاعكم تقدروا ديروا فازلين هذاك اللي ما فيهش ريحه يعني الاصلي او اوريجينال، ديروا له سكر خشين وديروا كيما نقولوا ان سكراب بور لي لافغ تاعكم هكذا باش ينحي لكم باغ اكزومبل البنات اللي عندهم قشور ولا عندهم سريتو ينحي لكم هذوك القشور، او ميم طون يعاود يمد هذيك لا كولور غوز لي لافغ بلوس كو سا يمشي كيما نقولوا الدم تري بيان. دونك من بعد هذيك تخدموا بان بير كاكاو يعني مرطب للشفاه سواء تاع لابيلو ولا هذاك تاع اليزا ميجو دي بواط ولا تاع سنوناس باغ اكزومبل، كاين بزاف لي مارك. اي سورتو البنات سورتو لازم 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 تشربوا الماء، الماء بزاف بزاف امبورطون، ماشي غير لو كور ولا سونتي تاعنا، مي كاين بزاف بنات عندهم حبوب ولا عندهم بروبليم تاع لابو ما على بالهمش بلي راهم يرموا في دراهمهم عند الميدسان، الوغ كو قادرين يشربوا الماء وما يشروش لي برودوي كوزميتيك، باسكو الماء وحده يقدر ينحي كاع هاد لي بروبليم دو بو. دونك ما تهملوش. الوغ بالنسبه للنصائح البنات كاين ثلاث نصائح بزاف امبورطون فيما يخص نيتواياج دو بو. حاجه الاولى لازم تغسلوا وجهكم وبيان سور تستعملوا الصابون، ما تغسلوش بالماء وحده خاطرش الماء وحده ما راح يدير والو. علاش؟ نعطيكم ان اكزامبل سامبل البنات هاكو قاعد تغسلوا الماعن قاعد تعرفوا صديق يكون عندنا سبك في الماعن اسكي تنحى بالماء ولا لا لا اوتوماتيكمون ماشي حشيت نحا، دونك رايحين نخدمو بالصابون. لابو تاعنا سي لا ميم شوز، انا خرجنا قاسنا غبار انا عرقنا حاشاكم الكغا لي في لابو تاعنا يخرج، دونك كي تغسلي بالماء وحده ما حيديرلك والو لازم لك صابون. والصابون اللي تستعملوه بيان سور قلت لكم كل وحده ولابو تاعها، بشره جافه تخدم بالصابون اللي والمها والدهنيه سي لا ميم شوز. تاني الحاجه المهمه اللي هي المقشر ليكسفوليون اللي كنت هضرت لكم عليه، اي مقشر اللي ما عندهاش محسوب متواجد في الدار تقدر تخدمه هي وحدها قلت لكم بالسكر والزيت
وشنو ما تكتروش منه، باسكو كيما عندهم حاجات ايجابيه يعني للابو، لو كان كتروا منهم راح يضروا علينا. دونك سورتو اللي عندها لابو ناشفه ما ديريش بزاف هاد النيتواج دو بو، خدمي به زوج خطرات في الشهر با بلوس. اللي عندها بشره دهنيه بزاف دير من 3 حتى 4 خطرات، يعني اللي وجهها فريمون يزيت. واش الفايده تاعو؟ كما قلت لكم ينحيكم كاع الخلايا الميته والقشور اللي تقدر تجينيكم كي ديروا فون دو تان وتخلي لابو ما تنفسش. والحاجه الثالثه والاخيره كما قلت لكم هي ليدغاتاسيون اللي هو الترطيب. لازم 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 ترطبوا وجهكم. ام كاين كريم دو جور كريم دو نوي، يعني حاجه تستعملوها الصباح حاجه في الليل، ما تهملوش روحكم باسكو سي امبورطون. ماشي غير كي نديروا نيتواج دو بول نرطبوا وجهنا، لا لا، ميم كي تكونوا خارجين ودرتوا فون دو تان قبل الكريم الاساسي اللي هو الفون دو تان لازم ديروا ان سيروم ولا اون كريم ايدغاتونت باش ترطبوها، يعني كوم ان برايمر. لو كما ديروش هاد الترطيب لابو تاعكم راح تبان كيما نقولوا تبان شغل العيانه، ماشي حيويه، تبان فيها لي غيد، تبان تعبانه. دونك من الاحسن انكم تهلاو في روحكم. هادو كانت بالنسبه للنصائح تاع نيتواج دو بو. ان شاء الله الفيديو كان عجبكم البنات، ما تنساوش تشتركوا في القناه وتخلوا لي دي كومونتير. اذا كان عندكم دي فيديو حابين تشوفوهم بيان سور خلو لي، وان شاء الله نتلاقاو في الفيديو الجاي. سلام.